عشاق الموسيقى على موعد مع صيف فني واعد في مهرجانات ذو إمكيل الدولية التي اختارت في عيدها 11 نخبة من نجوم الفن، لتفتتح المهرجان عشية 31 تموز مع مغني الأوبرا برين تورفيل صاحب أهم الجوائز العالمية ومنها الجرامي. كما وترافقه مغنية الأوبرا العالمية مونيكا يونس التي باتت سفيرة مهرجانات ذو إمكيل. ويرافق صوت مونيكا المخملي أجواء موسيقية ساحرة على أنغام الأوركسترا الوطنية الفيلهارمونية اللبنانية. أجواء ذو إمكيل ستضج في الثاني من آب الموسيقى الصاخبة لفرق شبابية لبنانية، ومن بينها مشروع ليلى وبين دولز وهوكيلد بروسلي وغيرها. وسيشهد المهرجان في ليلة 7 من آب عملاً يجمع بين موسيقى الشرق والغرب والعصور الوسطى والأندلسيات والعصر الحديث، يحمل عنوان نسيج لكل من مايك ماسي، ساري خليفة وعياد خليفة.